باسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. مرحب بيكو في برنامجنا تراثنا وإيماننا الحي، والنهاردة هنتكلم عن المصادر الرهبانية الأصيلة اللي احنا عرفنا من خلالها الحياة الرهبانية اللي كانت متواجدة على الأخص في القرن الرابع الميلادي. دايما بنقول الرهبنة في القرن الرابع الميلادي لأن الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان ظهر في القرن الرابع الميلادي، رغم أن كان في آباء رهبان ونساك كانوا عايشين في حياة انفرادية، إما على مشارف البلاد بتاعتهم أو إما على ضفاف نهر النيل والترع، عايشين حياة انفرادية مكرسين أنفسهم للعبادة وللحياة التأمل. والأخبار التاريخية أو الرهبانية كثيرة جدا بتتكلم عن انفراد بعض الأشخاص بطريقة منفردة شخصية، قد يكون لهم تلميذ واحد أو أكثر، ولكن المسيحيين مارسوا الحياة الرهبانية بطريقة منفردة حتى قبل ظهور الأنبا أنطونيوس. ومعروف أن الأنبا أنطونيوس يعني عاش هذه العيشة على مشارف النيل، ثم انتقل بعد كده للصحراء وتوغل في الصحراء وتوحد في المغارة الكائنة دلوقتي في دير الأنبا أنطونيوس. احنا عاوزين نقول ان كل معرفة لها مصدر، ومعرفتنا بالحياة الرهبانية وبأخبار الآباء الرهبان والنساك المصريين معرفتنا بيهم جاية من اكيد مصادر. ايه هي المصادر الأصيلة اللي كلمتنا عن أخبار الآباء المصريين؟ اول مصدر يشرفني ان انا اذكره هو مصدر فردوس الآباء اللي كتبوا القديس بلاديوس. والقديس بلاديوس كان جه مصر، هو أساسا مش من مصر ولكن وفد إلى مصر حبا في الآباء النساك والحياة الرهبانية اللي سيرتهم انتشرت في أرجاء كل شمال إفريقيا وكل البلاد الأوروبية شرقا وغربا، وانتشرت أيضا في بلاد السريان اللي هي سوريا والعراق وأيضا بلاد الشام كلها. أنتوا عارفين أن البابا أثناسيوس الرسولي هو الذي سجل قصة الأنبا أنطونيوس في بعنوان حياة أنبا أنطونيوس أو فيتا أنطوني، وأخذ هذا الكتاب معاه إلى بلاد المنفى، كانت وقتها مدينة ترير جنوب ألمانيا وشمال فرنسا، ونشر السيرة. وكثير من المتبتلين اهتموا بقراءة هذه السيرة وآثروا أن يعيشوا مثل الأنبا أنطونيوس، وكان من أهم تلاميذ الأنبا أنطونيوس على سيرته، يعني تتلمذ على سيرته المكتوبة القديس أوسطينوس وكثير من المتبتلين واللي بنوا أتجرة سواء في جنوب فرنسا أو في إيطاليا أو في إنجلترا. كل الأتجرة ديت على مثال الحياة الرهبانية، متأثرين بحياة الأنبا أنطونيوس ومتأثرين أيضا بحياة الأنبا بخوميوس أب الشركة والآباء النساك وغيرهم. احنا دلوقتي الكتاب فردوس الآباء دي طبعة خاصة بتاعتي أنا قديمة، كان نشر هذا الكتاب نيافة الأنبا صموئيل أسقف شبين القناطر المتنيح، وطول العمر لحضرة صاحب النيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الحالي. نيافة الأنبا صموئيل نشر هذا الكتاب اللي بيتحدث عما كتبه القديس بلاديوس بعنوان فردوس الآباء أو البارادايس.
أو دلوقتي اسمه برضو بنطلق عليه بستان الرهبان، بس دي النسخة الأصلية فعلا اللي كتبها القديس بيلاديوس، مترجمة من الإنجليزية ومترجمة من الأصل اليوناني، واللي ترجمها الدكتور رشدي السيسي المتنيح الرجل العظيم اللي ترجم لنا هذا الكتاب منفعة لرهبان الأتجرة في العصر الحديث. بيقول ان القديس بيلاديوس يعني في بداية كتابه حكى عن القديس بيلاديوس، بيقول ان هو جه مصر وكتب اخبار الاباء الرهبان لصديق ليه، هذا الصديق اسمه لوساس. لوساس ده كان معاون للملك سيودوسيوس او الامبراطور سيودوسيوس الثاني، اللي هو بقى تولى العرش في سنة 408 ميلادية. والكتاب اللي وضعه القديس بيلاديوس كان سنة 420 ميلادية، كتبه لصديقه لوساس، ولذلك الكتاب الفردوس الأبادة أو البارادايس يطلق عليه أيضا التاريخ اللوزياكي. اللوزياكي نسبة إلى لوساس اللي هو صديق بيلاديوس، اللي بيلاديوس بعت له الايه الكتاب والاخبار دي. تقريبا كان في عاده من الرهبان الاجانب ان هم يوعدوا اصدقائهم، يوعدوا اخواتهم في الاتجره البدائيه اللي حصلت عندهم او التجمعات اللي بتجمع المتبتلين هناك في مناطق زي اليونان وزي روما وزي جنوب فرنسا، ان يوعدوهم ان هم هيروحوا مصر يجيبوا اخبار واقوال اباء وحكايات ومناهج نسكيه ويكتبوها علشان يوصلوا لهم هذه المناهج وهذه الكتابات. وده اللي كان حاصل فعلا، زي مثلا قديس يوحنا كاسيان لما جه هو وزميله افيجاريوس وارتاد براري مصر، على الاخص منطقه الشمال من مصر، وتقابل مع أباء رهبان وشيوخ في الرهبنة ونساك عظام، وعمل كتابين، كتاب اسمه الانستيتيوت يعني المعاهد، وكتاب تاني اسمه الكونفرانسيس يعني الحوارات اللي جرت ما بينه وبين الأباء دول، وسجلها في كتابين وبعتهم لإخواته الرهبان، وكانوا وقتها منتظرين حتى إن بعت نسخة منها للبابا روما في ذاك الوقت. نيجي بقى للبلاديوس، كتب الكتاب بتاعه ووصف صديقه لوساس ان هو محب للملك المسيح وخادم امين للرب. الحقيقة بيلاديوس قدر ان هو يعبر بالكتاب عن ما قالوا الاباء النساك المصريين في البراري المختلفة، حتى ان هو استطاع ان هو يزور منطقة الاسكندرية وما حولها من نساك، على الاخص اتجرة الميل التاسع من اسكندرية وجنوب اسكندرية اللي هي منطقة نتريا على بعد حوالي 40 كيلومتر، ومنطقة الألالي اللي تحتها على بعد 60 كيلومتر من اسكندرية، ثم زار أيضا منطقة الإسقيط أو منطقة وادي النطرون اللي احنا بنزورها وبنزور الأتجرة هناك حتى هذه اللحظة. يقول لك ايه، ان بيلاديوس قضى 3 سنين بيتردد على الأتجرة المجاورة لإسكندرية، وقابل 2000 راهب مما يتسمون بالعظمة والجد، بالعظمة في النسك يعني، والجد يعني جدية الحياة الرهبانية الصعبة. ثم رحل إلى مشارف وادي النطرون وهناك قضى عاما، بعده توغل في أعماق البرية حتى قضى 9 أعوام. لربما وصل لبقى مناطق الفيوم والواحات وما حول نهر النيل من الناحية الغربية،
ويقول لك وبعد أن قضى بلاديوس هذه السنين بوادي النطرون توجه صوب الجنوب بالوجه القبلي واتصل بالنساك المقيمين هناك وعرف الكثير من التفاصيل عن حياتهم النسكية والرهبانية. وقرب كمان من أخميم وزار دير للراهبات هناك كبير، كان في راجل أرخن اسمه إيليا بنى هذا الدير للعزارة أو للراهبات، ولما اتنيح اهتم ابنه اسمه دروسيوس الطيب مشهور يعني بطيبة الشخصية بالإشراف على هذا الدير وحراسته، حتى لقد أقام في علية مواجهة للدير ولكنها منقطعة الصلة به إذ لم يكن لها درج للصعود إليها أو الهبوط منها، على أساس يعني كأنه بيلبي احتياجات الدير من للراهبات، بيشرف على الناحية الأمنية للدير شيء زي كده. كذلك زار بلاديوس دير القديس باخوميوس ووصف بالتفصيل طريقة إدارته وحياة الرهبان به، وفي مدينة واحدة وجد 12 دير للراهبات، كان بإحدها الراهبة المسنة تاليدا ومعها 60 عذراء. لربما تاليدا ديت رئيسة دير للراهبات كانت مشهورة بنسكها بتقواها، وكان تلاميذ أو تلميذتها 60 عذراء. كما تعرف أيضا في تلك الأثناء براهب اسمه يوحنا كانت له موهبة التنبؤ. لربما ده القديس يوحنا لكبولي، لكبولي يعني أسيوطي، لكبولس اللي هي أسيوط، والقديس يوحنا لكبولي ده يعني معروف سيرته النسكية جدا، كان عايش في مغارة لا يخرج منها أبدا، إنما يتعامل مع الغير ومع الزوار ومع أي حد يجيله من خلال طاقة يعني شباك صغير في المغارة يتعامل مع اللي بره، نظرا لأن هو آثر حياة الوحدة والتأمل والسكون وحياة النسك الكامل. كمان يقول زار كمان بلاديوس يعني زار كمان القديس أوريس، ده كان شديد قوي في الحياة النسكية، مشهور جدا القديس أوريس في نسكه، وأيضا ليه كتابات، كتابات ماري أوريس في مخطوطة في دير السريان مكتوب فيها كتابات القديس أوريس رائعة جدا، ونشر هذه المخطوطة أيضا يافت الأنبا صموئيل المتنيح أسقف شبين الأناطر. وكان أوريس صديق عزيز جدا لبلاديوس في الوقت ده يعني، وما كانش معروف بالضبط يعني إلى أي مدى وصل إليه بلاديوس في الوجه القبلي، يعني راح فين بالضبط وتعامل مع مين كتير، مش معروف المدى الجغرافي يعني، ولكن واضح بدم وصل أخميم ووصل أجورة أنبا باخوميوس، أعتقد دي آخر الأجورة باخومية اللي كانت منتشرة في منطقة الأقصر ونقادة وإنا والحتة دي، وباقي منها لغاية دلوقتي حوالي 9 أجورة نيفت الأنبا بيمن يعني عمر فيهم، ربنا يباركه ويديله الصحة ويديم أسقفية، عمر فيهم وأعاد فيهم الحياة الرهبانية مرة أخرى. لكن من الواضح أنه زار جميع الأجرة ومجامع الرهبان الرئيسية هناك في منطقة طيبة يعني، وهكذا من اتصالاته الكثيرة بالنساك والمتوحدين هنا يعني في الوجه القبلي وبوادي النطرون، ومن مشاهدته لهؤلاء الآباء القديسين وسماعه منهم وعنهم، تيسر له أن يجمع الحقائق الأكيدة ليسجلها في كتابه اللي هو فردوس الآباء أو بستان الرهبان ممكن نقول عليه كده، أو التاريخ الليزياكي زي ما قلت لكم. طبعا بستان الرهبان اللي هو موجود معانا دلوقتي وبتطبعه مكتبة المحبة أو المكتبات الأخرى أو لجنة النشر في بني سويف، هذا الكتاب هو برضو يشمل
هو بنفسه طبعا كتاب بلاديوس، ولكن في آباء رهبان أضافوا حكايات تانية من مصادر أخرى، من كتب من سير قديسين رهبان أو من مخطوطات أخرى، أضافوا على بستان الرهبان حكاية تانية. ولكن بستان الرهبان أو البارادايس أو فردوس الآباء اللي وضعه بلاديوس ده بالتأكيد هو في بستان، في داخل سنايا بستان الرهبان اللي هو بين إيدينا دلوقتي. طيب تعالوا نشوف يعني بلاديوس كان بيحكي بيقول ايه. يعني في انا اخترت لكم يعني حكايتين كده ذكرهم القديس بلاديوس. بيقول ان من المتواتر عن الاب المطوب الانبا بيور، الأنبا بيور، أنه في صيف أحد الأعوام اشترك مع الفعلة في حصاد حقل أحد الأثرياء، وعند انتهاء الحصاد ذكر في رفق صاحب الأرض بأجره، ذكره يعني قال له الأجر بتاعي، ولكن الرجل الثري ده تغافل عنه ولم يعطيه الأجر، فعاد القديس إلى ديره خالي الوفاض. كان الآباء الرهبان بيعيشوا بعمل إيديهم، إما يطلعوا يشتغلوا في الحقول ويرجعوا ألاليهم، إما إن هم يعملوا عمل يد في داخل قلاية ويبيعوه ويأكلوا منه، لأن الحياة كانت فقيرة. لأن من مبادئ الحياة الرهبانية طاعة فقر بتولية. طب هو لما أخدش الأجر منه راح إيه؟ ما تضايقش، هو راح روح القلاية بتاعته. السنة اللي بعدها طلع بره لنفس الراجل اللي اشتغل عنده، طلب منه الأجر، ما عطلوش الأجر، تغافله أو أهمله، وتالت سنة وهكذا. ولكن بلاديوس بيحكي الحكاية دي اللي عرفها وسمعها من الأب بيور، بيقول إيه؟ وأخيرا تدخل الرب بسلطانه في بيت هذا السري وفي قلبه، فحركه ونخسه وأعاده إلى رشده، ومن ثم حمل أجر القديس عن الثلاث سنوات التي اشتغل فيها بحقله، وراح يبحث عنه في جميع الأجرة. قعد يدور عليه علشان يديله إيه حقه في الثلاث سنوات اللي فاتت وما خدهاش، حتى عثر عليه بعد عثر عليه فخر عند قدميه. يعني الراجل الغني سجد له، يعني عمل له مطانية وطلب ان هو ايه يسامحه، طلب ان هو يسامحه ويقدم له الاجر ايه بتاع. ولكن القديس رفض ان يتسلم اجره قائلا في محبة، اكبر الظن يا ابني. يعني ايه؟ يعني ما تخليش عندك سوء ظن، ما يخليش عندك سوء ظن، إنك في حاجة إلى هذا المال أكثر مني. قال له أنت تكون محتاج الفلوس دي أكثر مني، ذلك لأني أتقاضى أجري من الرب. ولكن السري أحل عليه، الرجل الغني ألح عليه وترجاه، ها؟ ولكن الأب بيور رفض، وبعدين اضطر يقول له، يعني الأب بيور في الآخر لما رفض خالص قال له يا ريت تقدم الأجر اللي في إيدك ده للكنيسة، تحطه في الكنيسة. فاتعظ السري بما تحققه من زهد الرهبان في البرية من المال، وتعلم منهم كيف يتحرر من سلطانه عليه. يعني الأب بيور ده عطله درس اني عايز يقول له الفلوس مش هي كل شيء، واحنا كرهبان زاهدين ناسكين مش بنجري ورا شيء الفلوس او هنطلبها، لكن روح حطها في الكنيسة وتعلم انك انت ما تعتمدش على المال. حكاية تانية الحقيقة اتكلم بيها بلاديوس، بيقول ان قدم اربع اخوة من الاسقيط، جم أربعة إخوة من الإسقيط يعني جم
لزيارة الأنبا بمو، وكانوا يلبسون أردية من الجلد، يعني معناها نساك بقى لابسين لبس من الجلد. فراح كل منهم يروي فضائل إخوته الآخرين كلما انفرد بالشيخ، يعني لما يقعد مع حد منهم، يقعد مع الأب بمو، ها يقعد يمدح في إخواته وإزاي إن هم عظماء في نسكهم وفي رهبانيتهم. فعرف الأب بمو أن أحدهم كان كثير الصوم، والثاني قد آثر حياة الفقر الاختياري، والثالث كان موفور الحب للناس، أما الرابع فقد شهد له الآخرين جميعا بأنه كان مفرطا في خضوعه وطاعته لشيوخ البرية، للشيوخ اللي كان ساكن وسطهم، وأنه ظل على هذه الحال أكثر من 22 عام. فقال لهم الأنبا بمو، أبا بمو بقى عايز يديهم كلمة المنفعة، فقال لهم إيه؟ ما من شك أن هذا الأخ الأخير قد وصل في حياته الروحية إلى مرتبة عالية جدا، فكل منكم قد اختار لنفسه ما يتفق مع ميوله من فضائل حياة النسك، أما هذا الرجل فقد نفى رغبته الخاصة في سبيل طاعته وتنفيذه لإرادة الآخرين، وأمثال هذا الأخ إن هم احتفظوا بهذه الفضيلة دائما يصبحون من آباء الاعتراف. يعني معنى إيه كلام الأب بمو؟ بيقول إن الشخص اللي وضع نفسه تحت الطاعة، وده من المبادئ الثلاثة للرهبنة، وقطع مشيئته وقطع إرادته، وضع نفسه تحت إرادة الآخرين ومشيئتهم، الآباء اللي عايشين حواليه، ده إنسان عظيم وأفضلكم، وممكن يكون مؤهل إنه هو يكون مرشد وأب اعتراف، يعني من أحد شيوخ البرية حتى لو كان سنه صغير في ذاك الوقت. وهكذا الحكايات الرهبانية واللقاءات والأقوال اللي ذكرها بلاديوس في هذا الكتاب فردوس الآباء كانت رائعة جدا جدا. ياريت إحنا نطلع على بستان الرهبان نقراه بحكمة، مش نقراه علشان نقلد كمان اللي فيه، لأن الناس اللي وصلوا للجهادات ديت وصلوا إزاي مرة واحدة؟ لا، ده وصلوا خطوة 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 خطوة. وبالتالي إحنا عاوزين بس نعرف مجد أبائنا وتاريخ وحضارة أبائنا، ونقدر نستفيد ما يمكننا من الاستفادة منه. في بقى مؤرخ تاني رهباني اسمه روفينوس، أخذ 7 رهبان، كان عايش في دير في بيت لحم، أخذ 7 رهبان من بيت لحم ونزل على مصر علشان يسجل أخبار الآباء المصريين، وكتب كتاب اسمه التاريخ الرهبنة، وبالنطق اللاتيني هيستوريا موناخورم، يعني تاريخ الرهبنة. الحقيقة برضو تم ترجمة هذا الكتاب، أبونا بولا البراموسي ترجم هذا الكتاب ونشره مشكورا، وأنا معايا النسخة بتاعته. فعلا بيتكلم عن القديس روفينوس وبيقول إن هو في سنة 394 قام 7 رهبان من فلسطين متأثرين بما قرأوه وسمعوه عن آباء البراري في مصر، ولا سيما عقب نشر البابا المعظم الأنبا أثناسيوس الرسولي حياة القديس الأنبا أنطونيوس المصري أب الرهبنة، ومدفوعين بشوق حار إلى التعرف عمليا على أنظمة حياتهم في الواقع الملموس والتجول الفيزيقي في فردوس سيرهم، التجول الجغرافي يعني، والزيارات للمغاير والألالي عشان يتعرفوا على سيرهم ويستفيدوا منه. قاموا برحلة شاقة جدا في سائر أرجاء مصر، يجولون فردوس البراري ويستخلصون رحيق الحياة الرهبانية ويكتنزون لأنفسهم شهدها، وعادوا بعد ذلك إلى بلادهم. ولكن كما قيل أن إخواتهم الرهبان اللي كانوا عايشين
في جبل الزيتون بأورشليم في فلسطين إن هم يقروا اللي كتبوه ويقروا اللي سجلوه وما رأوه، علشان يكون ده دروس ليهم في حياتهم الرهبانية ودافع ليهم إن هم يستمروا في جهادهم وتعبهم الرهباني ونسكهم الرهباني. طبعا روفينوس سجل بقى رحلته مع سبع رهبان دولت الى مصر. على فكره هو قابل متاعب كتيره جدا ذكرها، يعني من ضمن ما ذكر قال احنا كنا سبنا احد القديسين اللي هو القديس يوحنا الليكوبولي زرناه، وبعدين واحنا طالعين للشمال فاجئتنا بحيرات، البحيرات دي كان فيها تماسيح، بقينا نجري جري عشان نهرب من التماسيح، نظرا لان البحيرات دي طبعا جت منين؟ انت عارفين ان نهر النيل بيحصل له فيضان، لما الفيضان بيحصل على الاراضي المجاوره بيسيب بحيرات صغيره، التماسيح دي كانت بتبقى جوه البحيرات دي، يعني بتتنقل مع الميه وبعدين ما بتلحقش ترجع فبتبقى في البحيرات الصغيره ديت، ولذلك كان بيواجه مخاطر التماسيح. بل ان هو اتكلم عن مخاطر التعابين في الصحراء الغربية، وكانوا يجروا ويهربوا من التعابين اللي كانت في هذه الصحراء اثناء سيرهم علشان يوصلوا لمغائر او مناطق رهبانية في عمق الصحراء او في البرية الداخلية زي ما بنسميها احنا الرهبان، البرية الجوانية يعني او الداخلية. دي البرية الجوانية او الداخلية ده معناها ان بتبقى بعيد عن العمران من 20 كيلو ل30 كيلو، طب جوه أكتر ده أكيد برضو برية داخلية. طيب هنا روفينوس كتب بقى أثناء تجواله عن الحياة الرهبانية اللي قابلها، واتضح برضو في شيء ظريف جدا حصل، ان جيروم اللي ترجم الكتاب المقدس من اللغة اليونانية للاتينية في سنة 404 ميلادية، جيروم ده كان كاتب عظيم ومؤرخ كنسي كبير جدا، واعاد صياغة تاريخ يوسابيوس القيصري، التاريخ المشهور يعني العظيم، تاريخ الكنيسة العام. كتب جيروم من أنطاكيا إلى صديقه روفينوس سنة كام بقى؟ 375 ميلادي، يقول له إيه؟ لقد سمعت أنك تغلغلت إلى المواضع الخفية في مصر زائرا جماعات الرهبان وطائفا بعائلة السماء على الأرض. يعني الأجانب أو المسيحيين في الغرب كانوا زمان بحابين الرهبنة المصرية والرهبان المصريين، كانوا بيسموهم ملائكة على الأرض. حتى القديس يوحنا ذهب الفم قال لا تقل أنهم بشر أرضيين بل قل أنهم بشر سمائيين. فكانوا حابين جدا جدا الحركة الرهبانية ورهبانها في مصر، فبيقول له طائفا بعائلة السماء على الأرض. وأخيرا انجلت لي الحقيقة بكل ثقلها، روفينوس في نتريا وقد وصل إلى الطباوي ماكاريوس، وبعد ذلك بسنوات كثيرة روفينوس كمل الرحلة. يعني جيروم بيقول له أنت بتطوف ما بين السمائيين على الأرض، ده شيء جميل جدا. روفينوس راح نتريا وزار القديس ماكاريوس، وبعد بسنوات صغيرة سجل بقى هذه الزيارة لمصر، يعني اللي حصلت في مصر، وقال عندما كنا نقترب من هذا المكان، المكان اللي فيه القديس ماكاريوس اللي هو وادي النطرون بقى الإسقيط، وكانوا يعلمون أن إخوة أجانب قادمون هرعوا في الحال من قلاليهم كأسراب من النحل بسرعة وبهجة وعجلة مرحة لكي يقابلونا. ويكتب عن المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الإسقيط فيقول هذه هي البرية السحيقة حيث يبقى كل راهب في قلاياته بمفرده
وحيث هناك صمت هائل وسكون عظيم. واضح ان كان الرهبان اول ما يسمعوا حد ضيف جاي يطلعوا يستقبلوه، والعادة دي حتى لغاية دلوقتي احيانا ضيوف بيقولنا، وعلى خاص مثلا لو اباء او ضيوف من اباء بره، احيانا بنضرب الاجراس ونطلع نستقبلهم. في قبل الستينات او قبل السبعينات كان الاباء يلبسوا البرانس والضفوف ويقولهم افلو جيمينوس للضيف اللي جاي، بيرحبوا بيه يعني. دي تقليد متوارث من زمان. يجي هنا بقى القديس روفينوس من ضمن مزار قديسين كتير وأماكن كتيرة، بيتكلم عن الأب أور، بيقول ثم ذهبنا لنرى رجلا عجيبا آخر في طيبة. ده وصل كده طيبة يعني الأقصر، في طيبة يدعى الأب أور، كان أبا ناسكا وأب لألف أخ، يعني تحت إيده ألف واحد راهب صغير، وكان يبدو تماما مثل ملاك، وكان عمره حوالي 90 عام، وله لحية بيضاء كالثلج نازلة على صدره، وكان وجهه متألقا حتى أن منظره وحده كان يملأ المرء رهبة. ده بيوصف في شخص بس، وبعدين بيكمل بقى أن هو قضى عن حياته، يعني حياة الأب أور، يقول قضى وقتا طويل في حياة المبكرة في ممارسة الحياة النسكية، وابتدى يحكي. وكل الكتاب اللي هو كتاب هيستوريا من أخور اللي وضعه المؤرخ الرهباني روفينوس الرجل العظيم في أواخر القرن الرابع الميلادي، كله حكايات عن الرهبان ومناهجهم ونسكهم وكذا. في بقى كتاب اسمه أقوال الآباء الشيوخ، معروف عالميا باسم الأبوفسجاماتا باتروم. الأبوفسجاماتا باتروم يعني أقوال الآباء الشيوخ الكبار. دول كل الآباء الشيوخ دولت الرهبان المصريين اللي عاشوا في القرن الرابع الميلادي والقرن الخامس الميلادي. جه واحد جمع أقوالهم، الأقوال اللي قالوها، وحطها في الكتاب ده. الأقوال بقى بترجع لأنبا أنطونيوس، أنبا أرسانيوس، أنبا غاسون، أنبا أمون، أنبا خلة، أنبا أموي، أنبا أنوف، أنبا إبراهيم، آري، ألونيس، إبفي، أبولوس، أندراوس، أبيو، إيبو، أموناس، باسيليوس الكبير. يعني طبعا في قديسين من بره لكن قليلين قوي زي باسيلوس الكبير ورورس اللاهوتي، انما معظم الاباء الشيوخ دولت اقوالهم اللي عايشين في مصر في القرن الرابع والخامس. الاب موسى ومكاريوس المصري ومرقس تلميذ الاب سلوانس اللي كان عايش في سينا، الاب ماسيوس والاب ميوس وماركوس المصري ومكاريوس المدني ونيلوس. اب نيلوس ده كان في 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 غزه على ما اعتقد، في في شمال سينا، والأب نيكون ونترا. كل الأقوال الآباء ديت المجموعة بس الكتاب ده جامع حوالي 133 قول لأعظم الآباء في الرهبنة. يعني مثلا إحنا لو قلنا يعني تصفحنا يعني كده مثلا الأقوال اللي مثلا للأنبا أنطونيوس، الأنبا أنطونيوس العظيم مثلا من ضمن أقواله يقول إيه؟ رأيت كل فخاخ العدو ممدودة على الأرض، فقلت متنهدا ترى من ينجو منها، فسمعت للحال صوتا يقول التواضع. يعني المتواضع هو الوحيد اللي يقدر ينجو من فخاخ عدو الخير. يقول مرة تاني الموت والحياة يعتمدان على القريب، لأننا إذا ربحنا أخانا فإننا نربح الله، وإذا ما أعصرنا أخانا نخطئ إلى المسيح. يعني الإنسان عاوز يعيش يحب أخوه. طيب إحنا ممكن نموت لما نعسر أخونا، معنى الكلام كده يعني نعسره أو نعسره
في الفضيلة والأخلاق ونعسره في ربنا يعني. يقول إيه؟ إن من يقيم في البرية ويمارس حياة السكينة ينعتق من حروب ثلاث: السمع والكلام والنظر، وتبقى عليه حرب واحدة هي حرب الزنا. طيب هنا بقى في آباء كتير زي الأب يوحنا الكولوفي، كولوفي اللي هو يوحنا القصير كولوفوس، حتى باللغة القبطية يؤنس به كولوفوس يعني يوحنا القصير. ليه أقواله هنا جميلة جدا. كل الكتاب ده الأبافس جامعتا باتروم مصدر أساسي من مصادر ربانية، كله جامع أقوال الآباء القديسين الرهبان اللي عاشوا في القرن الرابع والخامس. يجي هنا الأب يوحنا القصير يقول مثلا في وقت الحصاد سمع أخا يتكلم ضد قريبه بغضب ويقول: وأنت أيضا، فترك البيدر وهرب. مش قول، دي حكاية في سطر، إن الأنبا يوحنا القصير كان في البيدر اللي هو بقى الحصاد، يعني حقل فيه حصاد، فسمع كلمة وحشة من واحد بيقولها راح ساب البيدر أو ساب الحصاد ومشي. ليه؟ لأن مش عاوز فكره يندمج مع أي فكر بعيد عن فكر الله أو يتلوث بالأفكار الوحشة. الأب مثلا إسحاق الطيبي، طيبي يعني من طيبة، بيتكلم الأفزجمات باترون عن حكايات بسيطة جدا، إن هو الأب إسحاق الطيبي زار دير فرأى أخا يخطئ وبخه على خطيئاته، ولما خرج البرية جاء ملاك الرب ووقف أمام باب الليت قائلا: لن أدعك تدخل. فتوسل إليه قائلا: ولأي سبب تمنعني من الدخول؟ أجابه الملاك: لقد أرسلنا الله إليك قائلا: قل له أين تأمرني أن أضع الأخ الذي وبخته للحال. يعني عايز يقول له أنت بالدين أخوك، فياريت بقى تصلي لربنا تقول له طب أنا هحطه فين، أوديه يعني ملكوت ولا يروح الجحيم. يعني انت عامل نفسك انت وبخت واحد بطريقة فيها إدانة، والإدانة ديت مش من حقك، انت وضعت نفسك مكان ربنا. فللحال هو يعني طلب المسامحة، فالملاك قال له: انهض، لقد يعني سامحك ربنا، وانتبه لنفسك ألا تدين أحدا قبل أن يدينه الله. طبعا الموقف موقف خاص، يعني مش موقف عام يعني، لا ده موقف خاص جدا، برضو مش عارفين ايه نوع الخطية ويعني عاتبوا عليه. ده كتاب أقوال الآباء الأبس جماعتا باتروم. آخر حاجة بقى بعتبره برضو مصدر من مصادر الرهبانية، بس هو تقريبا حديث مكتوب ما بعد القرن السابع الميلادي، ممكن يكون بعد كده كمان، لأن ذكر فيه أقوى يعني حكايات عن الأنبا صموئيل المعترف، والأنبا صموئيل المعترف ده كان في القرن السابع الميلادي، يعني مش يعني اللي كاتب الكتاب ده مش من قبل القرن السابع الميلادي. هو الكتاب بعنوان سأل أب شيخا، ومنسوب إلى الأنبا فيليكسينوس أسقف منبج. يعني انت عارفين الرهبان السريان كانوا بيحبوا جدا الرهبان المصري، الأنبا فيليكسينوس أسقف منبج ده في العراق، وراجل سرياني ومعروف، كان قديس عظيم، وأيضا بيتمتع بالحياة الرهبانية في سوريا. كانوا بيحبوا الرهبان المصريين يجوا إما يعيشوا وسطيهم أو ينقلوا أخبار عنهم. فكان هنا الأنبا فيليكسينوس أسقف منبج عمل إيه بقى؟ تفسير لفردوس الآباء من خلال أسئلة رهبان بيطرحوها عليه، ويقولوا له يعني إزاي الأنبا إشعياء حصل منه كذا كذا، فهو يجاوب. هو إيه؟ يجاوب. يعني مثلا على سبيل المثال هنا مثلا الإخوة بيسألوا الأنبا فيليكسينوس أسقف منبج، بيقولوا له: علمنا من كتب سيرة سرابيون الحزين. سرابيون قديس في البرية، في برية مصر يعني، مشهور بأنه بيفكر دايما في خطاياه.
فالأنبا فيليكسينوس أسقف منبك اللي هو الشيخ بقى سأل أبو شيخ، أو هنا بالتحديد سأل أخ شيخ. فالأنبا فيليكسينوس أو الشيخ رد على بالسؤال بالإجابة يعني على السؤال، بيقول سرت الكبيرة عند بعض الإخوة بدير القديس باخوميوس، كتبها لأنه هنا تنيح. تنيح في إيه؟ دير القديس باخوميوس. لما أتم بشراه يعني لما أتم حياته، أما سيرته الصغيرة التي هي في الجزء الأول وهي تدعى سيرة سرابيون المتردي، فكتبها بلاديوس في كتاب الفردوس، لأنه كان بعض الإخوة الذين في دير باخوميوس كتبوها بشرح طويل، وبلاديوس سمعها منهم وكتبها باختصار. شفتوا بقى؟ يعني الحقيقة أنا معجب جدا بكتاب سأل أبو شيخا، ودي مخطوطة كانت موجودة في دير السريان، بس معجب بيه من حيث إيه؟ من حيث إن يبقى مصدر خصب جدا لعمل دراسات مستفيضة والخروج ببعض الاستنتاجات أو بعض النقط الهامة اللي بتحل مشاكل في سير الآباء الرهبان، وكانوا عايشين فين، واتنقلوا امتى، واتنيحوا امتى، ومين شاف ومين اتكلم عنه. يعني الكتاب بيقلب أخبار كتيرة محتاجة للدراسة ومحتاجة للبحث، وطبعا كتاب مفيد جدا برضو نشره نيافة الأنبا صموئيل، كان وقتها راهب أبونا صموئيل السرياني. ربنا يبارك حياتكم، لربنا كل مجد دائما أبديا آمين.